الجرجرون اول حاجه عملها قلعوني الحجاب وجرجروني من شعري، جرجروني من شعري لحد وقلعوني هدومي وعروني قدام الناس كلها. في الوقت التي تقبع هند نافع في السجن وتقضي عقوبة المؤبد المشحفة بحقها، أصدرت نيويورك تايمز فيلماً عنها وعن عدد من النسوة اللواتي طالبن بحقوقهن وكن من المناضلات في بدء الثورة. الفيلم وثق لقطات ومقابلات لهند نافع التي ذاع صيتها باسم ست البنات. قعدت أكلم نفسي وأقول لنفسي أنا ما عملش حاجة غلط، أنا اللي اتسحلت وأنا اللي اتعريت وأنا اللي اتضربت وأنا اللي اتبهدلت، وفجأة بلاقي نفسي أنا اللي بتحاكم واللي عمل فيا والضباط اللي سحلوني وعملوا فيا كل ده تترقوا في مناصبهم. عوقبت هند و230 ناشطاً بالمؤبد بدلاً من أن يحاكم المعتدون في أحكام صنفت بأنها انتهاك فاضح لكل مقاييس حقوق الإنسان. في البيت ما كانش في اي وسيله قدامي ان انا اتابع اللي بيحصل في الجلسه غير الانترنت. تم الحكم عليها غيابيا بالسجن المؤبد 25 سنه. للحظه ما كانش عارف يفكر ايه اللي ممكن يحصل الفتره الجايه، حياتي هتبقى عامله ازاي، انا الضحيه بتحاكم وكمان خدت 25 سنه سجن. وقد أصدرت هيومان رايتس ووتش رسالة عنوانها عام من الانتهاكات في ظل قيادة السيسي، وجهتها إلى كل من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، ودعت فيها إلى الكف عن التغاضي عن الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في مصر المتبع منذ عام.